مهمشون. في هوامش المجتمعات حياة تدب. مهمشون كان الهامش اختياراً لهم، وآخرون ما كان لديهم من بديل. عيون حزينة حيناً، حنقة أحياناً، وجوه شاحبة تلازم مناطق الظل، وأجساد حين تتعب تستلقي على الرصيف. وفي صمت هذا العالم الذي يحاكي صمت القبور تحدث صرخات ناقمة غاضبة قد لا تسمع، إلى حين يأتي الهامش يخترق المجتمع، يمنحه ولو للحظة إيقاعه وألوانه. مهمشون، قصص يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. نوارة، مهاجرة سورية. قضيت صلاة الجمعة في مسجد الإمام علي في تلمسان، وبدأ المصلون يغادرون المسجد متدفقين نحو شارع دركال عبد القادر. على جانبي الباب الكبير اصطف بضعة متسولين. في الباب الخاص بالنساء وقفت ثلاث نسوة ترتدين جلابيب سودا كتلك التي ترتديها النساء في المشرق العربي. تضع النسوة الثلاث رداء على رؤوسهن يبدو من نفس ثوب الجلابيب. تستجدين المصليات اللواتي تغادرن المسجد مساعدتهن، وترددن بأنهن من عائلات سوريات مهجرات. كانت الحاجة مريم بين المصليات. لما صارت بمحاذاة النسوة ذوات الجلابيب السود، اقتربت من إحداهن وهمست بشيء في أذنها. تبعتها المرأة التي تبدو دون 30. قصدت الحاجة مريم مكانا غير بعيد ووقفت. لحقت بها المرأة، كانت تنظر إليها مترقبة وهي تبتسم. أنت سورية أليس كذلك؟ نعم، نحن من عائلات هجرتها الحرب. أعرف، أردت أن أسألك إن كنت مستعدة للعمل إذا ما أتيحت لك الفرصة. بودي أن أقول لك نعم، ولكن تعلمين سيدتي أنه لا يحق لنا العمل لأننا لا نتوفر على وثائق للإقامة في الجزائر. كانت الحاجة مريم تنظر إليها، لعل جمال المرأة الشابة شد نظرها. خجلها كان يزيد إلى جمالها ذاك جمالا. ثم انتبهت إلى أن الشابة المتشحة بالسواد تنتظر ما الذي تريده منها حقا. سألتها إن كان لديها هاتف للاتصال بها. وافتها الشابة السورية برقم هاتفها. لم تعطها شيئاً الحاجة مريم، كذلك تقدم نفسها في كل مناسبة. كان آخر المصلين يغادرون مسجد الإمام علي. ودعتها وعادت إلى رفيقتيها، وكانت ترغبان في معرفة ما تريده المرأة، وقد أبلغتهما بما دار بينهما. لم يكن ذا أهمية ما اقترحته تلك التي تتسمى بالحاجة مريم، وسرعان ما صرفت النسوة الثلاث اهتمامهن عن هذا الموضوع، وحسبت تلك التي تحدثت إليها واسمها نوارة أن المرأة لن تتصل بها كما وعدتها. كان النسوة الثلاث كما أشخاص آخرين يقولون إنهم يطلبون المساعدة لعائلات سورية مهجرة تجلن عبر مساجد أخرى غير مسجد الإمام علي وعبر الأسواق والمراكز التجارية. بعد ستة أيام على وجه التحديد، وكان يوم خميس، رن هاتف نوارة. من الجانب الآخر جاء صوت امرأة، كان صوتا ممزوجا ببعض خشونة. أنا الحاجة مريم. كانت مفاجأة كبيرة لنوارة أن تتصل بها تلك المرأة. نعم سيدتي، كيف حالك؟ بخير، أريد أن أراك. نعم، متى وأين؟ قرب مسجد الإمام علي، حيث التقينا يوم الجمعة الماضي مباشرة بعد صلاة الظهر. سأكون هناك سيدتي. ما أن أنهت تلك المكالمة حتى أبلغت رفيقتيها بأن تلك المرأة الحجة مريم اتصلت بها، وأنها تطلب اللقاء بها قرب مسجد الإمام علي. قالت كبراهن وتنادين عليها بأم عماد إنها ترتاب في أمر تلك المرأة، وإنها لا تظنها فاعلة خير لوجه الله. نظرت إليها نوارة دون أن تنطق كلمة واحدة. لعلها فاجأتها بإبدائها ارتيابها ذاك، وكانت صاحبة الرأي بينهن. الثالثة ميساء تابعت ما دار بين نوارة وأم عماد بدون تعليق. مساء ذلك اليوم عادت نوارة إلى الموضوع،
فكان قرار أم عماد أنهن لن تذهبن إلى مسجد الإمام علي. وحتى تضفي قوة أكبر على القرار، أبلغت نوارة وفي الآن نفسه ميساء أن أبا عماد هو من قرر ذلك، تعلم أن القرار لا يحتمل طعنا ولا انتقادا. في الغد تقرر أن تذهب النسوة الثلاث إلى مسجد سيد إبراهيم بما يجنبهن اللقاء مع الحاجة مريم. أقيمت صلاة الجمعة وتلقينا نصيبا من الصدقات وغادرن. كنا على موعد مع أبي عماد في محطة التاكسيات، وكان عليهن أن تسرعن الخطى. كان أبو عماد قد تلقى نصيبا من صدقات المصلين في الجامع الكبير. وهن تسلكن شارع الاستقلال توقفت بمحاذاتهن سيارة حمراء، تجاهلنها وواصلن السير، ولكن السيارة لحقت بهن. ثم سمعن صوت منبه، استدارت أم عماد، رأتها، قالت لرفيقتيها: إنها هي تلك التي تدعى الحاجة مريم. همت نوارة بالالتفات إليها، ولكن أم عماد امسكتها من ذراعها وأجبرتها على مواصلة الطريق. ثم ترجلت الحاجة مريم ونادت بصوتها المشوب بخشونة: نوارة، نوارة! ولما استنتجت أن أيا من الثلاث المتشحات بالسواد لم تلتفت نحوها، عادت إلى سيارتها وركنتها بشكل سليم. رأتها أم عماد وهي تفعل، ثم لمحتها وهي تسرع الخطوات تريد أن تلحق بهن. قالت لرفيقتيها: إن عليهن أن تتفرقن. عبرت نوارة وميساء الطريق وتوجهتا نحو زنقة بن عبد السلام بومدين الموازية لشارع الاستقلال. تبعتهما الحاجة مريم بينما واصلت أم عماد طريقها. لعلها رأتها، ولكنها موقنة أنهما ستصلان إلى موقف التاكسيات قبلها، وأنهما ستجدان هناك أبا عماد. ما لم تره أم عماد أن المرأة التي تريد اللحاق بنوارة أخرجت هاتفها من حقيبتها اليدوية وركبت رقما وتحدثت إلى شخص ما، ثم بعد ذلك مباشرة ركبت رقم نوارة. كانت مع ميساء في منتصف شارع ابن عبد السلام بومدين. سمعت هاتفها يرن، نظرت إلى شاشته، أسرت إلى ميساء بأنها هي. التفتت، لم ترها. قالت ميساء إن محطة التاكسيات قريبة الآن. قبل أن يصل نهاية الزنقة ظهر غير بعيد عن مكتب شركة المياه رجلان ذوى بنيتين قويتين. ظنت المرأة أنهما سيمضيان إلى حال سبيلهما، ولكنهما ما أن صار على بعد خطوات قليلة حتى انقضى عليهما. أمسك أحدهما بنوارة والآخر بميساء. استل الذي أمسك بنوارة سكينا ولوح به مهددا. قال الآخر: إن حاولتما الهرب أو إثارة الانتباه فسيكون مآلكما. لم ينطق الكلمة، ولكنه مرر سكينه على بعد سنتيمترات من حنجرته. كانت واضحة رسالته. عاد بالمرأتين إلى شارع الاستقلال، ثم توقف الجميع عند سيارة لم تجد نوارة أدنى صعوبة في التعرف إليها. كانت سيارة الحاجة مريم. فتح البابان الخلفيان ودفعت المرأتان دفعا إلى داخل السيارة، وجلس الرجلان على طرفي المقعد الخلفي. لمحت نوارة رأس الحاجة مريم وهي تجلس خلف المقود. لم يعد لديها من شك، إنهما مختطفتان. لقد حدث ما نبهت إليه أم عماد. سمع المحرك وهو يدار، ثم انطلقت السيارة. مرت قرب شرطي مرور قرب متحف المشور. همت ميساء بصراخ، ولكن لمعان السكين الذي يمسك به ذاك الذي بجوارها أثناها عن ذلك. بعدها صارت السيارة تبتعد شيئا فشيئا عن وسط المدينة. تلك التي تدعى الحاجة مريم تسوق وقد التزمت الصمت المطبق. تذكر نوارة أنها سلكت طريقا تمر بالقرب من المستشفى الجامعي دمرج تيجاني، ثم سريعا بعد أن اخترقت بضع أزقة توقفت السيارة عند باب منزل بمدخله ما بدا حديقة صغيرة. دفعت المرأتان دفعا إلى غرفة بها صالون علاه غبار وطاولة عليها صفحة من زجاج. تراجع الرجلان اللذان أمسكا بهما،
ثم جاءت تلك التي يسمونها الحاجة مريم، دخلت وأغلقت الباب، تخلصت من نظرتيها، عيناها اللتان بهما شيء من الجحوظ توجهتا إلى نوارة. كنت تظنين أنك ستفلتين مني؟ لن ألومك، فإنك لا تعرفين الحاجة مريم وستعرفينها الآن. صمتت، ابتلعت ريقها، ثم واصلت: لو أنك جئت طوعا إلى موعدنا لما اضطررنا إلى كل ما قمنا به. ثم التفتت إلى ميساء: وهذه هل تقرب إليك؟ حركت رأسها بالموافقة، جف حلقها وتظن أنها لن تستطيع الكلام. قامت الحاجة مريم من مقعدها وقالت لهما: لن يطول مقامكما هنا، نساء مثلكن يتخطفهن الرجال. ابتسمت بخبث وخرجت تحمل نظارتيها في يدها. لم يكن في كلام المرأة أدنى غموض، إنها تنوي بيعهما. سمعت خطواتها وبابا يفتح ثم يغلق، ظنت أنهما وحيدتان في ذلك المنزل. اقتربت ميساء من نوارة والتصقت بها، ثم انتبهت إلى أن الخاطفين لم ينتبهوا إلى الهاتف. أخرجته واتصلت بأبي عماد، قالت له بكلمات معدودات إنهما هي وميساء محتجزتان في منزل غير بعيد عن المستشفى الجامعي، وأن الحاجة مريم هي التي خطفتهما. ما أنهت تلك المكالمة حتى سمعت باب المنزل يفتح، وتناهى إليهما وقع خطوات، ثم انفتح باب الغرفة التي كانتا فيها. ظهرت الحاجة مريم أولا، ثم أحد اللذين نفذ عملية الخطف. في المنزل الذي يكتريه المهاجرون السوريون في حي الداليا كان مساء حزينا. تم جمع الأطفال في الغرفة المخصصة لهم، واجتمع الرجال وكانوا أربعة، أكبرهم أبو عماد في غرفة ثانية. قرروا إبلاغ الشرطة. كانت أم عماد قد أبلغت عن تلك التي يسمونها الحاجة مريم، وقالت إنها تظن أن الذين يرتادون مسجد الإمام علي يعرفونها. قصد أبو عماد مركز الدرك الأقرب لحيث يقيم وأبلغ بالذي حدث، وأيضا بما قالته نوارة في اتصالها الهاتفي الأخير. ظن أبو عماد أن الدركي الذي استقبله سيشفق لحاله، ولكنه فاجأه بأن صار يدقق في كل ما يتعلق بدخوله إلى الجزائر. تملك نفسه وقاوم دمعه، يعلم أنه في النهاية في موقف ضعف. ترك للضابط أمر البحث عن نوارة وميساء، وعاد وفي حلقه غصة. دخلت زعيمة الخاطفين الغرفة التي تحتجز بها المرأتان، كانت تبتسم بل توشك أن تضحك ملء فمها، ثم قالت: بعد أقل من ساعة سيأتي من يأخذكما. ابتسمت مرة أخرى بخبث لا يخفى، ثم أضافت: أتمنى لكما حظا سعيدا. بعد أقل من ساعة كما قالت سمعت خطوات وراء باب الغرفة التي توجدان بها، ثم دخل ثلاثة رجال. نظروا إليهما مليا، حاول أحدهم أن يلمس نوارة ولكنها منعته. هي دقائق. خرج الرجال الثلاثة، وما لبثت أن عادت الحاجة مريم، أمرتهما بالنهوض. في الخارج كانت تنتظرهما سيارة، ظنت ميساء أنها باعتهما. أدخلت السيارة التي انطلقت فورا، كانت تسرع بإفراط، تحدث عجلاتها اصطكاكا وصفيرا، ثم على وقع صدمة قوية وصوت زجاج ينكسر توقفت السيارة. ذاك كل ما تذكره المرأتان، لم تكن إصاباتهما قوية. في المستشفى علم أن اثنين من الخاطفين قتلا في الحادثة. بعد أن تلقت الإسعافات الأولية وبعد تسجيل أقوالهما، ظنتا أنه سيكون بمقدورهما المغادرة إلى حيث يقيم أهلهما، ولكنهما منعتا من ذلك ونقلتا إلى الحدود التونسية. بعد أسبوع لحق بهما أبو عماد وزوجته وأولادهما. الباقون كانوا يتدبرون أمورهم لعبور المتوسط إلى أوروبا. مهمشون، قصص يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.